مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من اسطنبول العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. أهلا بكم أستاذ حاتم. بداية نبدأ من فتوى المرجع المقيم في إيران كاظم الحائري بتحريم بقاء القوات الأمريكية في العراق، هل هذه الدعوة فعليا لحماية سيادة العراق أم لها أهداف أخرى من بينها رد اعتبار ميليشيات الحشد المدعومة من إيران؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين. أهلا وسهلا. نعم، حقيقة بداية دعني أقول بأن هذه الفتوى غريبة، يعني تصدر في هذا الوقت، يعني عندما كانت القوات الأمريكية تتواجد في العراق بأعداد كبيرة جدا بعد عام 2003 لم يصدر أي مرجع شيعي فتوى لمقاتلة القوات الأمريكية، ولكن الآن بعد ما يقارب أكثر من ما يقارب 16 سنة يعني تصدر هذه الفتوى من هذا المرجع في هذا الوقت، فلذلك هي غريبة بالنسبة للتوقيت. أضف إلى هذا بأن الحائري إذا جئنا إلى هذه الفتوى، هناك الآن تسريبات تقول بأن هذه الفتوى لم تصدر من المرجع الحائري، وبالتالي هناك تضارب في هذه الرواية. إن صحت فأنا أعتقد بأن المقلدين في العراق هم ليس كثر، خصوصا وإن الآن العصائب يعني وافقت على تبني هذه الفتوى وقالت بأنها ستستهدف القوات الأمريكية بعد وقت قصير جدا إذا لم تخرج من العراق. أما بقية الجهات الأخرى بما فيها التيار الصدري لحد هذه اللحظة لم يصدر موقف رسمي لتبني هذه الفتوى، وإذا تبنوا هذه الفتوى فأنا أعتقد أنه من يدير العراق هو ليس رئيس الوزراء ولا تديره بقية الجهات السياسية، وإنما تديره إيران من خلال هذه العمائم المتواجدة. طيب، يعني سيادة العقيد، طرحتم نقطة مهمة قبل قليل، لماذا لم تتحرك تلك المرجعيات قبلاً للإفتاء بمقاتلة القوات الأمريكية في العراق عام 2003؟ لماذا فضلت الابتعاد بهذه الطريقة وبهذا الشكل؟ نعم، أكيد، لأن هذه المرجعيات أو هذه الجهات السياسية التي تعمل الآن كانت على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من الجهات التي حضرت مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين، وبالتالي عندما جاءت ودخلت في عام 2003 دخلت باتفاقيات مسبقة مع هذه الجهات التي قسم كبير منها تديره الآن إيران. لذلك هم في تلك الفترة كانوا يعتبرون القوات الأمريكية قوات صديقة. أما الآن وقد أصبح هناك تقاطع في المصالح ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من هذه الجهات التي تتبع إيران وتعتبر أنه المرجع الديني لها هي ولاية الفقيه. لذلك نرى بأن مثل هذه الفتاوى تصدر الآن في مثل هذا التوقيت، لأن هناك تقاطع مصالح أصبح كبير جدا وواضح، لذلك صدرت هذه الفتوى. اعتراف نور المالكي باثنتي عشرة ضربة استهدفت مقرات ميليشيات الحشد، إلى أي مدى يكشف ضعف تلك الميليشيات والدفاعات الجوية في العراق كذلك؟ نعم، أكيد هذه التصريحات التي صدرت من المالكي هذا اليوم أنا أعتقد بأنها تضع علامات استفهام كبيرة جدا. إذا كانت هذه الضربات أكثر من 12 ضربة، لماذا لم يتم الإعلان عنها في الفترة السابقة؟ لماذا صمتت هذه الميليشيات على هذه الضربات لحد هذا اليوم؟ كان المفروض أن تعلن هذه الضربات في تلك الفترة. طيب، السؤال الآخر بأنه هذه الميليشيات كانت تهدد بأنه إذا ما تم استهداف إيران فإنها ستقف مع إيران. الآن الاستهداف مباشر لهذه الميليشيات، لماذا لا ترد الميليشيات على القوات الأمريكية التي تعتبرها الآن هي من أعطت الضوء الأخضر للطائرات الكيان الصهيوني بخصف ميليشيات الحشد الشعبي؟ إذن الوضع معقد بشكل كبير جدا. أنا أعتقد بأنه حرب الوكالة الآن في أوجه في العراق، وهناك تكامل وتبادل الأدوار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لأن لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بغرب مواقع الحشد الشعبي دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها عندما ضربت في سوريا كان هناك تنسيق مع روسيا، والآن هي عندما ضربت في العراق يجب أن يكون هناك تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يجعل العراق يتحول إلى ساحة صراع قادمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأذرع إيران في المنطقة. نبقى مع نوري المالكي، لم يذكر في حديثه الضحايا المدنيين الذين سقطوا بقصف معسكرات الميليشيات، إغفاله ذلك ألا يعني بشكل أو بآخر وجود مشروع أهم من المواطنين العراقيين ويفترض عليه أن يدافع عنهم ويطالب بمحاسبة المسؤول عن قتلهم؟ لا، دعني أقول بأن هؤلاء هم يقدمون مصلحة إيران على مصلحة الشعب العراقي، فلذلك تراهم لا يهتمون مثل هذه الأشياء، هم يهتمون الآن بمصير إيران. لذلك تجد الكثير منهم الآن يصرح بأنه سيكون مع إيران في أي مواجهة مقبلة،
حتى أن نصر الله يصرح بأنه ستشتعل المنطقة إنما كانت هناك مواجهة مع إيران. وكثير من قيادات الحشد الشعبي في العراق تصرح نفس التصريح بأنها ستقف مع إيران في أي مواجهة مقبلة وسوف تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة إذا ما كانت هناك مواجهة مع إيران في الفترة. لذلك نحن هذه التصريحات هي ليست غريبة وإنما هي تفسير بأن هؤلاء يقدمون مصلحة إيران على مصلحة الشعب العراقي. أثبتت السياقات الأحداث في العراق التقاء مصالح واشنطن وطهران في هذا البلد، لكن ما احتمالات أن تهاجم ميليشيات الحشد المصالح الأمريكية؟ وهل تتوقع أن يتطور ذلك لمواجهة عسكرية بين الطرفين في وقت تؤكد الدلائل بسوريا اتفاق كل الأطراف الدولية على ترك الصراع مفتوحا في سبيل إضعاف سوريا كبلد؟ نعم، بداية دعني أقول من يريد هذه المواجهة هي إيران حقيقة. يعني إيران تريد أن تكون هناك مواجهة محدودة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ليس على أراضيها وإنما على أراضي العراق، هي ذلك هي تحاول أن تحرك أضروحها الآن لكي تفتعل هذه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت هناك ردود أفعال لن تكون على إيران وإنما ستكون على أذرع إيران في العراق، وبالتالي الخاسر الوحيد من هذه المواجهة هو الشعب العراقي، لأنه العراق سيتحول إلى ساحة صراع مقبلة على حساب المصالح على حساب مصالح الشعب العراقي ولا تصب إلا في مصالح إيران. لذلك أنا أعتقد بأن الفترة المقبلة قد تشهد مواجهات محدودة وضربات تتبادلها الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وأذرع إيران في العراق للضغط على الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية في المنطقة. العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسم، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.